Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Eden, atamanna an takunu bi khayr antum wa kullum tu'izzun. Eden, marhaban bikum fi qanat Alwah Sigma. Soyez la bienvenue dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Eden, ana jid farih wa masrur li atqasama ma'akum ma'arifi fi ma'adat al-riyadiyat. Eden, bada'na fi hadha al-kitab alladhi huwa بانوراما او ماتيماتيك دوزيام اني كوليجيال. اذا وصلنا الى الصفحه دونك دون ليكزيرسيس 6 لا باج 79 اون ا ال ا اي اي تان تريانجل اي اش لو ميليو دو ال اي تيل كو ال ا اي تي غال 3 سم ال اي تي غال 4 سم اي ا ال اي تي غال 45 دوغري يعني لونغل ا ال اي تي غال 45 دوغري. اذا غادي تشوفوا معنا كيفاش نرسمنا حنا هذا. إذا بغيت تكتبوا نتوما ليكزارسيس 6 وبغيت ترسمو قال لك كونستخويغ السؤال الأول قال لك كونستخويغ لي بوان إل بريم إل بريم إي إتش بريم لي سيميتريك ريسبكتيف دي بوان إل إتش بارابور على دروات أي. إذا غادي تكتبوا نتوما ترسمو تحاولوا ترسمو الزاوية عندكم هنا بغيت تكتبوا هنا إل من أ عندها 3 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر هنا إذا عندها 3 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر وبغيت ديرو وبغيت تربطو كذلك بين ا و اي ولكن قبل ما ديرو خاصنا نركزو على الزاويه تكون هنا الزاويه يعني تاخذو تناخذو البركار ديالنا وتنركزو على انه تكون عندنا 3 سميتو هنا بين هاد ال ا اي تكون فيها 45 سنتيمتر حتى تعرفوا كيفاش ترسمو الزاويه بالبركار ديالكم عفوا بنصف دائره. إذا ملي تنرسمو كذلك ملي تلقاو هنا تنحسبو من ال ل اي تكون 4 سنتيمتر وثم بعد ذلك تنربطو بين اي و ا وتتولي عندنا هنا اون دغوات كون ابيل ا اي. إذا بغيت تكتب نتا بعد ذلك قال لك هنا قال لك كونستخويغ لي بوان ال بريم و اش بريم لي سيميتريك ريسبكتيف دي بوان ال و اش بارابور على دغوات ا اي. إذا بغيت ترسم نتا المماثلين ديال لي دغوات هنا بغيت من نلاحظوا بان هاد ال مع سميتو بغينا نديرو السيميتريك ديالها بارابور على دغوات ا سميتو ولاحظوا هاد ا بيجي هو لو ميليو ديال هاد سميتو هاد لا دغوات اي اي وهنا كاين عندنا 90 درجه هنا بتكون عندنا 90 درجه هنا ايسي ا كوتي دو ا بتكون عندنا 90 دوغري بتكون فيها 90 درجه هنا. اذا هنا بيكون هاد لا ميدياتريس بتكون بتدوز من وسط ا وتكون متعامده مع ال ال اي بريم ال ال بريم. ثم كذلك كيفاش نرسموها تنحطو راس البركار هنا وتنديرو القلم في هذه الجهه اخرى وتندير واحد لاخك. اذا تنشوفو بعد كذلك تنديرو نقطه اخرى من مثلا من اي ال ال وتنديرو بالبركار وتنديرو لاخك هكا وتنلقاو البلاصه فين تيتلاقاو هنا ولا تنحسبوها بالسنتيمتر سميتو بالمسطره ولكن غيكون هذا الخط هذا متعامد مع ا اي. ثم تنديرو نفس العمليه كذلك بالنسبه لاش تنديرو السيميتريك ديالها. اذا في هذه المنطقه خاصو يكون متعامد مع هذه. اذا ولا تنديرو كذلك تناخذو مادام هذا هو لاكس دو سيميتري هذا هو محور التماثل تناخذو البركار ديالنا وتناخذو واحد النقطه هنا تنحطو راس البركار هنا والقلم هنا وتنحسبو واحد تندير واحد لاخك هو لاخك درناه هنا تنربطو بسميتو تيكون عندنا تنديرو المثلث ديالنا يكون متعامد مع هاد النقطة هنا تيكون متعامد هنا تنديرو الخط اللي يربطو بين اش وسميتو وهاد لا دغوات ا اي. ثم بعد ذلك تنكملو وتنلقاو هنا النقطة فين تيتلاقاو هادي هو هذا لو سيميتريك ديال اش هو اش بريم والسيميتريك ديال ال هو ال بريم. ثم عندنا السؤال الثاني تيقول لك ديتيرميني اون جيستيفيون لي ديستونس ا ال بريم اي ال بريم اي اش بريم اي اش بريم اي اش بريم ال بريم يعني بغينا نحسبوهم. اذا بغيت تكتبو نتوما جو ديتيرمين اون جيستيفيون لي ديستونس هنا اش كتبنا ا ال بريم يعني المسافه من ا ال ال بريم شحال تتساوي كتبنا هنا ال بريم اي لو سيميتريك دو ال بارابور ا اي. اذا هذا هو الممثل ديال ال. اذا اي بويسكو ا ابارتيان ا اي إذا هاد أ تنتمي لـ أي، إذا أ هو دونك أ أل إتيكالا أل بريم، دونك إتيكالا 3 سنتيمتر، وعندنا أل عطاو عندنا بأنها 3
3 cm باش تكتب نتا AL تيكال AL بريم تيكال 3 cm. بالنسبه لاي ال بريم من هنا اي ال عندنا اي ال تنعرفوها 4 cm بين نشوفوا هذه المسافه بين هنا هذه المسافه بين اي و ال بريم شحال تساوي هذه المسافه. اذا بغيت تكتبوا نتوما هذه المسافه بين اي و ال شحال فيها تنعرفوا تكتبنا ال بريم الى سيميتريك دو ال بارابور على دروات اي عرفناها كتبنا هذه النقطه تتبين بارابور على دروات اي اي بويسكو وبما ان اي تتنتمي ل اي اي تنتمي لهاد لا دروات اي هاد اي تنتمي لا دروات اي اذا اي ال بريم اي ال بريم تتنتمي تتساوي اي ال و اي ال عندنا 4 سم دونك نفس الشيء بالنسبه لاي اش بديروا نفس البرهانه تنقولوا اي تتنتمي ل اي وعندنا اي اش هو المنتصف اللي نحسبناه قبيله قال لك هاد اش اي لو ميليو قال عطاونا لي دوني اش هو لو ميليو يعني المنتصف ديال اي ال. اذا هاد المسافه هنا 2 سنتيمتر هنا 2 سنتيمتر تكتبوا نتوما اي اش بريم ايتيغال اي اش و اي اش ايتيغال 2 سنتيمتر. نفس الشيء بالنسبه ل اش ال بريم المسافه من اش ل ال بريم هي اش ال اش بريم ال ال بريم هي اش ال ايتيغال 2 سنتيمتر. On passe maintenant à les questions 3. La question 3 est de montre que les points I, H' et L' sont alignés. Bien que les points I ou H' sont alignés, on déduit que H' est le milieu de I et L'. Nous sommes ici. Nous montrons que I, H' et L' sont alignés. On a H est le milieu de L et H est le mutassaf de L. LI عطاونا في لي دوني في الاول H إلى ميليو دو H LI H appartient et H appartient à LI donc H L et I sont alignés هاد لي بوان H et L هنا ماشي صون هذا بغيت نكتبو دونك لان غادي نكتبو هنا دونك مدام دونك H appartient à LI. Et donc, madame, il y a le montassaf de LA. H est le montassaf de LI. Et donc, tu as mis le sigma de Kretra. Et tu vois donc H, L, L et I prime sont alignés. Madame, elle est là. H, L, I. Et donc, le montassaf de LA. Et donc, H, tu as mis le had L et le Kretra. Et donc, il y a un moment de mille fait mustaqim. Et donc, had L, I, il faut voir Kretra. Ou elle est là, elle est là, elle est là. Je vais vous dire. Et puisque H' est le symétrique de H, et donc, le moumati dit que H' est le symétrique de H et L' est le symétrique de L, donc L, IL est le symétrique de L, de IL. Le moumati dit que le qita IL est L'. Et donc, le moumati dit que le qita est le qita ou le segment. Le symétrique d'un segment est un segment. Et puisque H' appartient à L', donc H' I et L sont alignés. Et donc, nous avons dit que 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 nous avons dit. On passe maintenant à la question 4. Regardez que la mesure de l'angle AL'I. On a L' est le symétrique de L, un moment matériel de L. Le moment matériel de L ou L' par rapport à la droite AI. Et puisque A appartient à AI. Et I appartient à AI. On dit que A t'entamil le qita AI. Ou I kadalik t'entamil à la moustaqim. Donc le symétrique dans l'angle ALI et l'angle AL'I. Et on sait que le moumatil de Zawiya ou le moumatil de Zawiya. Mais on dit que le moumatil de Zawiya. Had A le moumatil de Zawiya. I le moumatil de Zawiya. Mais had L le moumatil de Zawiya et L'I. Donc ils ont la même mesure. Donc عندهم نفس القياس بتكتبوا لا ميزور دو لونغل ال بريم اي ايتيغال 45. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين السادس. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم.
ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.